عندي لي زادمن، عندي الادمن في الصفحه تاعي، ولما يشوفوهم يسبوا فيا كما هكاك بالكلام البذيء ينفعلوا ويحطوا بعض الاشياء اللي انا نتحفظ عليها. علاه نتحفظ عليها؟ مش لانها مش حقيقه، لانه صح في التاريخ انه فعلا كانت منطقة الزواوة هذه كانوا يخرجوا النساء تاعهم لديكول يشطحوا له، فمش كذبة، هذا تاريخ والصور موجودة والأرشيف موجود. لكن أنا عاتبت على الأدمن وقلت له علاش حطيت هذه الصورة، لأن حاليا هذو البنات لابسين أم تاع دركا ماشي تاع بكري، وتقيس منطقة كامل دوك غدوة كي يشوفوا هما هذه الصورة هذه يقول لك فوالا تقصد كل القبائل، وأنا ما نقصدش كل القبائل، إنما نقصد على اللي كانوا يرقصوا لديكول كي يجي وقت فرنسا وكانوا خانوا الثورة الجزائرية وخانوا عميروش وسلحواج حواس وخانوا لالان سومر، لأنهم هما بعديتك هما اللي حاربوا لالان سومر، هذو الناس ينظر عليهم لي زواف. لكن الشيء اللي يعز في حز في نفسي أن لما نهضر على لي زواف القبائل زنود، علاه 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 يطلسوا يعني علاه يلصقوا روحهم بالجرب؟ يا أخي القبائل فيهم أبطال وفيهم شرفاء وفيهم مسلمين، علاش تلصق روحك مع لي زواف؟ لي زواف ما تقدرش، تاريخ ما تقدرش تمحيه، تاريخ ما تقدرش تقول بلي لي زواف هادو ما كانوش جيش مع فرنسا كان يقتل في الشعب الجزائري وكان يقاوم في ويحارب في المقاومات الشعبيه وجيش التحرير. دوك انتم حابين تولوا لي زواف بالسيف،